الرب يسوع في اليوم الأخير العظيم من العيد، زي بالظبط اليوم الأخير العظيم من المؤتمر. والرب يسوع كما لو كان بيقول إن في اليوم الأخير ده، عايز أقول حاجة مهمة. ورب النهاردة بيجمعنا في اليوم الأخير في المؤتمر وبيقول لنا استعدوا، عشان أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة. بالظبط كده بنفس المشاعر النهاردة كلنا جايين، كلنا اللي موجودين في القاعة الجميلة ديت اللي وشوشكم مشرقة ومبتهجة وفرحانة بالرب في يوم عيد، والعيد لأنه حضور الرب موجود معنا، وكمان أحبائنا كلهم اللي بيتفرجوا علينا في كل مكان وبيستمتعوا بأن هم يحتفلوا كمان برعاية الرب وبرسالية الرب ليهم، وبيتفرجوا علينا في قنوات سات 7 والكرمة والكرازة. وكلنا النهاردة عارفين أنه هذا هو اليوم الذي قد صنعه الرب علشان نفرح ونبتهج، دي اللي بتحبوها صح؟ لكن كمان عشان نتغير، لكن كمان علشان في مؤتمر زي دوت نطلع حاملين رسالة. عشان كده في بداية وقتنا، سواء انت حاضر معنا، سواء اللي بيرنموا وهنستمتع بالترنيم معهم، من فضلك ابتدي الصلاة البسيطة ديت معايا. من فضلك قول يا رب الموضوع مش بكتر المؤتمرات، لكن الموضوع بانه انت بنفسك تيجي تفتح قلبي عشان ارجع بحاجة النهاردة في اسم الرب يسوع. يا رب جايين لك باسم الآب، لأنه في أبوتك فقط يا رب حياتنا لها معنى، وباسم الابن لأنه في عمانوئيل فقط في معيتك فقط يمكن أن نستمر، والروح القدس روح القوة والإرشاد والفرح روح السلام. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، نستمر في استقبال بركات، ونستمر في استقبال رسائل شخصية لنا جميعا هنا في هذه القاعة وفي بيوتنا وفي كل مكان، لنستقبل كلمة خاصة منك يا رب لتغيرنا وتشكلنا وترسلنا بإرسالية مباركة. باسمك نصلي، وكل شعب الرب يقول أنا برجو كمان كل الناس اللي يكونوا بيتابعونا يقولوا أمين. أمين يعني أنا موافق إن أنا أستقبل حاجة من ربنا. مرة واحد صاحبي صيني من الصين، انتوا عارفين الصين دول بتوع شغل، كان عرف وانا في الجامعة ان انا بروح مؤتمرات كتيرة، وجا مرة قال لي وبعدين، قلت له وبعدين ايه؟ قال لي وبعدين كل المؤتمرات اللي انت عمال تحضرها ديت في الاخر خالص هتعمل ايه؟ وده السؤال اللي انا بسيبه معانا كلنا النهاردة. بعد كل المؤتمرات اللي حضرناها، بعد كام يوم الجمال اللي ربنا باركنا فيهم هنا، انت راجع تعمل ايه؟ فأنا النهاردة عايزكم كلكم معايا تجاوبوا السؤالين في آخر يوم في المؤتمر، في اليوم العظيم دوت. السؤال الأول، ربنا النهاردة قال لي إيه؟ قال لي إيه علشان يغيرني في الثلاث أيام دول؟ والسؤال الثاني، أنا لما أرجع هعمل إيه؟ يلا بينا نراجع الأسئلة. أول سؤال في المؤتمر دوت، ربنا قال لي إيه؟ والسؤال الثاني، أنا راجع أعمل إيه؟ في اليوم الأخير العظيم من العيد، الشعب كله تجمع عشان يفرح بحضور المسيح، واحنا النهارده هنا في القاعه وفي بيوتنا هنحتفل مع فريق الهيئه اللي انا عايزكم تحيوه تحيه كبيره بقياده الشيخ اسامه النهارده، وكلنا نفرح ونبتهج بحضور الله، ونفرح بنبتهج بانه الرب بنفسه بيكلمنا وبيقول لنا ماذا نفعل. هيا بنا ننطلق في التسبيح. نفسي في دقيقة واحدة قبل ما نبدأ التسبيح والترنيم للرب، عايز نغمض عينينا دقيقة واحدة ونسكن قلوبنا ونطلب من الرب بركة خاصة في وقت التسبيح. يا سيدنا الرب، من كل القلب نشكرك نعظمك يا رب لأجل يوم جديد يا رب بدأت معانا. من إحساناتك أننا لم نفنى، مراحمك لا تزول، جديدة هي كل صباح، كثيرة أمانتك. نشكرك لأجل وجودك، لأجل حضورك يا رب في هذا المكان وحضورك في قلوبنا يا رب، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يا رب بشكرك لأنه يليق بشخصك التسبيح، نتقدم بذبيحة التسبيح ثمر شفاه معترفة باسمك،
جايين كلنا نرفع الايادي يا رب ليك، جايين كلنا نسبحك. بطلب منك انك تعطينا رداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة، وتعطينا يا رب دهن فرح عوضا عن النوح. اوصل لكل واحد فينا النهارده يا رب، لان مكتوب انك عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين، واعين الكل اياك تترجى. يا رب كلنا بنرفع ايدينا اليك، كلنا في احتياج لشخصك. هوذا كما ان عيون العبيد يا رب نحو ايدي سادتهم، كما ان عيني الجاريه نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحوك حتى تترأف علينا وترحمنا. اسبينا بجمالك في هذا الصباح، ساعدنا نكون في الروح امامك، ساعدنا نعبدك عباده طليق باسمك. بصلي يا رب انك تفتح قلوبنا امامك، بصلي انك تغسل قلوبنا بدم يسوع المسيح، بصلي انك توصل بلمسات من روحك القدوس، لمسات تعزيه وتشجيع لكل الحاضرين واللي بيشاهدونا. بصلي يا رب ان روحك يغمر هذا الوقت يا رب، يكون فعلا وقت مبارك منك، وقت ممتع في محضرك، وقت ونحن نجلس عند قدميك نتمتع بحضورك الواضح ايها الرب الهنا. بصلي لاجل لمسه حقيقيه يا رب لكل واحد وكل واحده بيسمعنا وكل واحد بيشترك معانا النهارده. اعطي شعبك انه يفتح افواهه يسبح اسمك، يرفعك، يتلامس مع شخصك، يتلامس مع حضورك في هذا الصباح. ليك كل المجد والكرامه والتسبيح والسجود من الآن وإلى الأبد. آمين آمين. خلونا نبدأ مع بعض التسبيح بتاعنا بالترنيمة اللي بتقول: ما أحلى حضورك ربي، ما أحلى وما أبهى جمالك يسوع، أنت أبرع جمالا من كل بني البشر. في حد أحلى من يسوع؟ أبدا. هللويا. ما أحلاه، ما أعظمه، ما أكرمه، هو الفريد العظيم اللي يستحق كل سجود وكل عبادة في هذا الصباح.
ذوقوا وانظروا. لو حافظين قولوا معايا الآيات الحلوة دي: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. الترنيمة اللي جاية بتقول كده: أهديك كل المجد والكرامة. اللي يحب يقف معايا في الترنيمة اللي جاية يقولوا: أنت عظيم، تستطيع كل شيء، تصنع العجائب. مين يؤمن النهاردة أن الرب مازال يصنع العجائب؟ هو يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر. عايز ترفع إيدك معانا ارفع، عايز تصلي الكلمات دي صليها، عايز تقدم الذبيحة دي للرب قدمها. بس بصلي النهاردة أن الرب يعطينا رداء تسبيح. مين يقول أمين معايا؟ عوضا عن الروح اليائسة ودهن فرح عوضا عن النوح. غمض عينك معايا قول: يا رب انت تستطيع كل شيء. ارفع ايدك ناحيته قول: انت تستطيع كل شيء، انت قادر، انت عظيم، انت صالح الى الابد، رحمتك اثق فيك يا رب. كم حد يثق في الرب النهارده؟ اؤمن بيك يا سيد، في مخافه الرب ثقه شديده، ويكون لبنيه ملجا. انا بثق فيك ثقه شديده يا رب، ثقه شديده. الله لنا ملجا وقوه، عونا في الضيقات، ووجد شديدا. مكتوب عنه أنه ساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت. أنا واثق فيك يا رب، أنا مطمن أنك أنت إلهي وأنت سيدي، فوق كل رياسة وفوق كل اسم وفوق كل قوة وفوق كل سيادة. أنت عظيم، أنت قادر، مستحق كل المجد والكرامة والسجود والعبادة. We'll be right back.
تفضلوا ارتاحوا. إلهنا عظيم جدا. إلهنا عظيم. مستحق هو الخروف المذبوح أن ياخذ المجد والكرامة والغنى والسلطان العزة البهاء المجد، لأنه قدم نفسه ذبيحة لله من أجلنا. علوت جدا جدا أيها الرب الإله، علوت جدا في الأرض وفي السماء، علوت جدا ليس مثلك إله، علوت جدا أيها الرب الإله. مجدا لك، عزا لك، يعلو اسمك فوق السماء.
الترنيمة اللي جاية كلنا بنحبها بتقول كده برفع اسم إلهي عالي عالي، بس فيها عدد، في تحدي كبير، ينقص كل ما ليا وتزيد أنت وحدك. كم حد النهاردة يقول الرب ينبغي أنك أنت تزيد وإني أنا أنقص؟ بسكب عندك طيبي، بقدم لك يا رب كل غالي، برفعك وبمجدك وبعلي اسمك عالي عالي لفوق. اللي يحب مش إجباري ولا حاجة، اللي يحب يقف في الترنيمة دي ممكن يقف، وخلينا نسبح للرب، خلينا نقدم للرب ذبيحة تسبيح، ثمر شفاه معترفة باسمه.
بيستمر واقف معايا يستمر في الترنيمة اللي جاية وإحنا بنقول له يلي مت بدالي يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك. مين حافظ معايا الكلمات الحلوة اللي جت في أشعياء 53؟ وهو مجروح لأجل معصينا ومسحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره. وبولس كده يقول الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي قدم نفسه لله بلا عيب سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمه وضع للموت نفسه أطاع حتى الموت موت الصليب أحبنا إلى منتهى الحب. نقول له ليك المجد يستحق يستاهل يستاهل. نقول له ليك المجد والكرامة في السماء بتشفع ليا يا إلهي أنا قلبي يسجد ليك أنا قلبي يخضع ليك. قول له اكسر كل كبرياء يا رب جوايا اكسر كل زاد جوايا خليني أخضع. مش قادر تسلم لمشيئة الرب في حياتك في أمر أو ألم قول له أنا بخضع النهاردة بخضع لمشيئتك الصالحة لأنك عظيم وقدير وتستحق كل السجود وكل العبادة. بارك اسم الرب للأبد. الترنيمة اللي جاية كلماتها في العدد الثالث بيقول نحن نرفعك ونسبحك فيك أماننا على حياتنا على أبوابنا دماؤك دماؤك. كم حد النهاردة بيصلي علشان بيته يكون محمي في دم يسوع المسيح؟ مين يقول أمين معايا؟ صلي علشان بيتك الرب يديك سلام الرب يدي لك سلام في البيت الرب يتعامل مع زوجتك أو مع زوجك أو مع أولادك يدخل الرب البيت وتعلن حماية دم يسوع على البيت يهرب الخصام يهرب النكد يهرب كل شيء رديء وتقول الرب أنا بيتي محمي في دم يسوع المسيح مخلصي ذبحت على الصليب رفعت حملت اللعنة العمل أكملت
مجدا خلصتنا وتخلص للتمام. اللي جاية كلنا بنحبها، بس قبل ما نقول الترنيمة في مزمور كلنا بنحبه وعايزين نسمعه كده على الغايب، مزمور 23 اللي حافظه يقولوا معايا سواء اللي بيشاهدونا أو اللي موجودين. يلا مع بعض. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت الدهن رأسي، كأسي ريا، إنما خير ورحمة يتبعانني، وأسكن أسكن بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين آمين آمين. الترنيمة اللي جاية المفاجأة الحلوة اللي بنحبها، مش حاجة تطمن، الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة بينجدني. خلينا هنسمع ونشترك مع أخونا ريمون في الترنيمة دي، وإحنا بنسمع وبنرنم معاه وبصلي من كل قلبي إن الرب يدي سلام. كم حد طالب سلام النهاردة في قلبه وبيته وحياته؟ قول يا رب باسم يسوع املأ لبنا بسلام المسيح الكامل.
أنا عايز أعيد الترنيمة دي تاني يعني. هستأذنكم نعيد الترنيمة دي مرة تاني، وهنرنمها جماعي المرة دي كلنا مع الفريق بدون فاصل، هنقولها كلها مع بعض مرة واحدة. بس نفسي النهاردة لو أنت شاعر بالضعف، في آية كنت مطلعها في الكتاب دلوقتي بتقول ولنا هذا الكنز، حد حافظها يقولها معايا، ولنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا من مكتئمين ومتحيرين وتعبانين ومكسرين، لكن لنا هذا الكنز فين؟ في أواني خزفية. الحب يقول معنا الترنيمة دي مرة تاني، خلينا يقف معايا
ونسبح للرب وخلينا نفرح لأنه بيطمننا. سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، أنا لكل المجد والكرامة. الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة يمدني، الله بيدعمني ويسندني وفي وقت الأزمة يمدني، وإن كان واردته في السكة ألاقيه يناديني ويرشدني، الله بيدعمني بقيلي ترنيمة واحدة. الترنيمة دي غالية على قلبي جدا. في حياة يعقوب وهو طالع من بيت أبوه شاف سلم منصوبة من الأرض للسماء والرب واقف عليها، والرب كلمه قال له أنا معك وأحفظك حيثما تذهب.
وأردك إلى هذه الأرض، لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. يمكن رسالة من الرب ليك النهاردة، لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. مين يقول أمين؟ أمين. خدها من الرب كده، لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به. وهو طالع من بيت لبان قال له ها أنا معك، وهو داخل لمصر قال له أنا أنزل معك. رحلة طويلة، رحلة طويلة، لكن مليانة بمعية الرب وسندته ومحبته وأمانة قلبه. كم واحد النهاردة يشهد للرب معايا ويقول الله الذي رعاني منذ وجودي إلى هذا اليوم، الرب اللي خلصني من كل شر، اللي أنقذني من كل شر، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. ترنيمة اللي جاية كلنا عارفينها وحافظينها وبنحبها جدا، بتقول كده سنين طويلة مضت، كلكم ابتسمتوا. سنين طويلة مضت والرب معتني بي، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية. الأزرع الأبدية من تحت يكللنا بالرحمة والرأفة، رحمته تتقدمنا، خير ورحمة يتبعانني، الصديق تحيط به الرحمة من كل ناحية، والأزرع الأبدية من تحت، رحمة من فوق ورحمة حواليك ورحمة قدامك ورحمة خلفك، وأزرع أبدية من تحت. مين يقول هاليلويا معايا؟ سنين طويلة مضت والرب معتني بي، وكل يوم محمول على الأزرع الأبدية. خلينا نختم وقت الترنيم بتاعنا بالكلمات دي.
نصيب الفرصة دي ان انا اصلي معاكم دقايق كده في محضر ربنا. نفسي كلنا نسكب قلوبنا في محضر الرب. نفسي النهاردة ترفع ايدك معايا كده وتصلي لأجل بيتك. اطلب كده سلام من الرب لأجل بيتك. ارفع زوجتك كده في الصلاة، ارفع اولادك في الصلاة قدام الرب. قول يا رب املأ بيتي بسلام المسيح الكامل، حماية دمك يا رب على البيت. ارفع ايدك معايا لو بتحب بيتك وزوجتك واولادك، ارفع ايدك معايا صلي لاجلهم. اطلب حماية من الرب على حياتهم، اطلب نعمة من الرب على حياتنا. يا رب بحط بين ايديك بيوتنا المسيحية يا رب، رمم كل ما تهدم فيها يا سيد الرب. رجع الازواج المنفصلين يا رب، رجع البيوت الخربانة عمرها مرة تاني يا رب. تعال بزيارة خاصة، تعال بشفاء روحي وشفاء جسدي. مد ايدك اشرق بنورك على بيوتنا يا سيد الرب. صلي معايا قول امين يا رب. اشرق بنورك على بيوتنا، زورني زيارة خاصة، زور بيتي زيارة خاصة. افتقد حياتي، افتقد زوجتي، افتقد اولادي. لو عندك حد بعيد عن الرب في عيلتك ارفع ايدك معايا قول له رب نجيه، خلصه، رجعه ليك يا رب. ردوا لأحضانك يا سيدنا الرب، رد بيوتنا ليك يا رب. رجعنا إليك يا رب في هذه الأيام الصعبة يا رب. مكتوب إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، إني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. آخر لحظة وإحنا بنصلي كده ارفع إيدك معايا وقول يا رب اشفي كل حد مريض وتعبان الأيام دي يا رب. مد يدك بالشفاء ولتجرى اياد باسم فتاك القدوس يسوع. نحن نؤمن انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر. نثق في قدرتك، نثق في محبتك، نثق في امانه قلبك ناحيه شعبك. تحنن على شعبك، اشفق على شعبك، ارحم شعبك في هذه الايام. ليك كل المجد والكرامه. امين 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 امين. خلينا نديهم تحيه كبيره قوي. مين فيكم زي استمتع بوقت الترنيم وكان فرحان؟ من الحاجات المميزه في مؤتمر الالف خادم النهارده، كنت قاعد هنا، الحاجات المميزه ان انا ببص على علينا واحنا كلنا بنرنم. ولو بتروح كنيسه لمذهب معين بتلاقي كل الناس زي بعضها، لكن الحاجه الجميله هنا انه كلنا بنعبر عن احتفالنا بالرب بطرق مختلفه ومميزه، ودي حاجه جميله. ما اجمل ان يجتمع الاخوه معا مستمرين يا رب نعبدك بتميز، ومستمرين نعبدك وكلنا بيجمعنا الروح الواحد. وبالمناسبة عايزين نعرف مين الأخت اللي زغرتت كتير بيزغرتوا. طيب خلاص مش هنكشف هم مين. لا عايزين نكتشف هي مين. زي ما شاركتكم في الأول، الصورة اللي أنا اتمليت بيها وأنا شايفكم كلكم داخلين الصبح هي نفس الصورة اللي رب يسوع قال عنها انه في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف ونادى قائلا. وانا النهارده بقول في اليوم الاخير العظيم من العيد الرب برضه بينادي وبيقول من يعطش فلياتي الي. واحنا الحقيقة كلنا جاي من وقت كلنا كنا عطشانين فيه، لكن رب يسوع كمل وقال من امن بي يعني من امن ان الاب قد ارسلني تجري من بطنه انهار ماء حي. وليه انا بشارككم بالمشاركه البسيطه ديت؟ انه خلي بالكم احبائي، خلي بالكم واحنا متجمعين في مؤتمر الخدام لازم نبقى عارفين انه عندما نؤمن بالمسيح بيحصل حاجه غير متوقعه وغير مفهومه. بيحصل سر انه الروح القدس بيشتغل فين؟ يعني ايه كلمه من بطنه؟ في داخله. وده المحك بقى، المحك بتاعنا في آخر يوم في المؤتمر. هل أنا وإنتوا بنعطي فرصة للروح القدس إنه يشتغل في داخلنا؟ حقيقة الموسم اللي فات، السنة اللي فاتت كلها بالهزة اللي عملتها، بالغربلة اللي عملتها، هزت كل حاجة ظاهرية وهزت كل حاجة شكلية. والنهاردة ربنا بيقول لنا أنا عايز الخدام يرجعوا يفهموا إنه عشان يخدموا بجد لازم يدوا فرصة لعمل الله فين؟ في الداخل. عشان كده في الوقت اللي جاي انا عايز كل واحد فينا يقول له رب من فضلك تعالى كلمني فين بروح القدس جواي. وانا مبسوط وبفتخر ان انا اقدم خدام مميزين النهارده يقدموا لنا كلمه الرب، الدكتور القسيس عزت شاكر، الدكتور امير ثروت، والقسيس رفعت فتحي.
أنا مش هخليكم تحيوهم، لكن هخليكم وهم بيتكلموا بيقدموا كلمة الرب كلنا هنقول لهم زي ما كرنيليوس قال لبطرس، والآن نحن جميعا حاضرين أمام مين؟ أمام الرب لنسمع جميع ما يأمرك به الرب. اتملوا بالشعور دوت، اتملوا بقرار انه النهاردة في نهاية المؤتمر كل واحد فينا يكون بيقول لنفسه أنا مش هرجع غير وأنا واخد حاجة فين؟ أستاذينكم قولوا الكلمة ديت، مش هرجع وين غير وأنا واخد حاجة فين؟ جوه. أمين؟ تفضلوا وإحنا بنستمتع بكلمة الرب وهو بيتكلم وسطينا من خلال حضراتكم. أسيس عزت بحسب الترتيب اللي كان في الورقة، الأسيس عزت، أسيس أمير، أسيس رفعت. صباح الفل عليكم. هل الصوت الاول واصل للكل؟ كل اللي ورا سامع كويس ولا مش واصل الصوت كويس؟ واصل؟ نشكر ربنا. اولا المنظر مفرح جدا، اي حد يجي هنا يشوف منظر جميل لعدد ضخم جاي يتعبد وبيحب الرب. من قلبي بأمانة بقدم تحية تقدير وشكر كبيرة قوي للدكتور أندريا، بأمانة بقول كده. ودكتور أندريا اللي بتعمله من أجل خدمة الكنيسة والطائفة لم يفعله أحد من قبلك، وكل اللي هقوله ربنا يباركك أنت وهالة، ربنا يديك رؤى جديدة، أحلام جديدة وأكبر بكتير لخدمة الكنيسة في الوقت اللي جاي. ندخل على العنوان بتاع موضوعنا. العنوان بتاع موضوعنا واحد من العناوين الشيقة جداً، أنا ما عرفش يتحط ولا لا، هل هيتحط؟ انظر إلى نفسك كما يراك الله. ده واحد من أحب العناوين إلى قلبي، عايزكم تسمعوه تاني. انظر إلى نفسك كما يراك الله. أنا مشغول برسالة أقولها من قلبي بنعمة الرب في الوقت المحدد ليا، وأتمنى كل كلمة توصل، لأن عدت كده أحاول على قد الوقت أقدم جمل مختصرة يمكن هتبقى محتاجة شرح أكتر، لكن يعني معتمد على الذكاء الطبيعي اللي عند حضراتكم. هبدأ بأول سؤال اللي شغلني ومالي قلبي ونفسي الكل يفكر فيه، شايف نفسك إزاي؟ عايزك تفكر في السؤال ده، كيف ترى نفسك؟ عايز أقول لكل واحد موجود في القاعة، لو أنت شايف نفسك بصورة سليمة كما يراك الله أهنيك من قلبي. أنت تمتلك كنز، أنت تمتلك كل مفاتيح النجاح والإبداع والتفوق والتقدم والسلام. لكن لو أنت شايف نفسك بصورة مشوهة، بصورة مغلوطة، بنظرة دونية إلى النفس، عايز أقولك أنت في حياتك معوقات كبيرة جدا عن أنك تخطي خطوة واحدة بس لقدام. واللي هقوله من البداية عشان الصورة تبقى واضحة في ذهننا، الصورة الذاتية اللي بيسموها السيلف ايمج، ازاي انا شايف نفسي، هي باختصار الفلتر. اسمعوا التشبيه ده كويس جدا، الفلتر اللي بيفلتر ليا كل الرسائل اللي بستقبلها، مش بس من الناس، حتى من ربنا صدقوني. او لو اديكوا تشبيه تاني ابسط واسهل، الصورة الذاتية السيلف ايمج هي النظارة، النظارة اللي بشوف بيها كل اللي حواليا. فأنا هسأل الكل برضو، شايف نفسك إزاي؟ نفسي أقول لكل واحدة وكل واحد، أول ما صحيت النهاردة الصبح شفت نفسك إزاي؟ شفت نفسك قادر ولا عاجز؟ شفت نفسك وحيد ولا زي ما كنا بنرنم أنا مش وحيد؟ شايف نفسك إزاي؟ شايف نفسك محبوب ولا شايف نفسك مكروه؟ أقول تاني، الصورة الذاتية السيلف إيمج، أنا شايف نفسي إزاي، هي الفلتر، هي النظارة. عشان كلام يبقى أوضح واختصارا للوقت مش هحط آيات كتيرة، لكن هقول اعتمادا برضو على ذكائكو الطبيعي،
كلنا فاكرين لما موسى أرسل 12 واحد يتجسسوا الأرض، أراحوا ورجعوا منقسمين إلى فريقين، فاكرين الكلام ده في سفر العدد 13 و14. عارفين 10 منهم، أنا عايزكم تقروا القصة دي من منظور الصورة الذاتية، السيلف إيمج اللي بشوف بيها. عارفين 10 من ال 12 رجعوا قالوا إيه؟ قال رحنا هناك وشفنا بني عناق العمالقة المدن معتزة، فاكرين الكلمات دي؟ لغاية لما قالوا كنا في أعيننا كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم. عايزكم تاخدوا بالكم من الصورة دي. الأول قالوا كنا فين؟ في أعيننا، كنا في أعين. اللي شايف نفسه جرادة تفتكر الناس هتشوفوا إيه؟ اللي شايف نفسه جرادة لا يمكن يظن إن الناس شايفاه أسد، لا يمكن يظن. اللي شايف نفسه إنه عاجز وضعيف وتعبان لا يمكن يتخيل إن حد هيشوفه قوي. فبدأوا قالوا كنا في أعيننا وهكذا كنا في أعينهم. لكن عارفين اتنين كلكم فاكرينهم، يشوع وكالب، فاكرين قالوا ايه؟ قالوا نذهب ونمتلكها. لاننا جابوا منين الصورة دي؟ جابوا منين؟ عارفين لما تقروا اصح 14، ف14 يقولوا هم خبزنا. ايه الجمال ده؟ مين اداهم الصورة دي؟ مين اداهم القدرة دي ان شايف نفسه ازاي؟ اسألك تاني، شايف نفسك ازاي؟ بصلي من كل قلبي تقول يا رب خليني أشوف نفسي زي ما أنت شايفني، حررني من كل صورة مغلوطة عن الذات. عارفين لما تقروا سفر العدد أصح 14، الاثنين وقفوا بعد ما حصلت ثورة وسط كل الجماعة وقالوا لهم حتى متى، الاثنين بيخاطبوا العشرة وكل الشعب، تتمرد على الله؟ أنتوا ليه بتتمرد؟ ده تمرد. اللي شايف نفسه بصورة مشوهة تمرد على ربنا، بل أكتر من كده. عارفين لما تقروا سفر العدد 14 أظن آية 11، الله يتدخل في المشهد ويقول جملة خطيرة جدا، حتى متى يهينني هذا الشعب؟ فاكرين الجملة؟ اسمعوا كويس، حتى متى يعملوا إيه؟ يهينني. يبقى لما أشوف نفسي جرادة أنا بعمل إيه؟ أنا بهين ربنا. لما أشوف نفسي عاجز، لما أشوف نفسي ضعيف، لما أشوف نفسي تعبان، عارفين ليه؟ إيماننا بأنفسنا، اسمعوا الجمل بصياغات تهمني، إيماننا بأنفسنا جزء من إيماننا بالله، صح ولا غلط؟ أقول جملة تانية اسمعوها كويس، إن كنا نؤمن بإله عظيم لابد أن نؤمن بإنسان عظيم، لأن العظيم لا يخلق شيئا تافها. شفت عظيم بيعمل كائنات تافهة؟ هو عظيم فصنع كائنات عظيمة جدا. فأنا أقول تاني، احترس الصورة الذاتية. طيب أجل سؤال مهم جدا، تعمل فينا إيه الصورة الذاتية؟ لو أنا عندي صورة ذاتية مشوهة عن نفسي، نظرة دونية صغر النفس، يعمل فيا إيه؟ هقول لكم 3-4 حاجات فكروا فيهم. رقم 1، الصورة الذاتية المشوهة عن نفسي أول حاجة بتشل قدراتي. صدقوني بقول لكل واحد، تشل قدراتك، صورتك الذاتية المشوهة. فاكرين مثل الوزنات؟ وانا عايزكم تقروه برضو في ضوء الصورة الذاتية. يقول في متى 25 عشان ترجعوا له في البيت، وكأنما انسان مسافر دعا عبيده، عمل ايه؟ سلمهم امواله. شوفوا بيأتمن على ايه؟ ائتمن على نفسه، ائتمن على عمله، ائتمن على الانجيل، ائتمن على النفوس، سلمهم امواله. ادى 1-5، ادى 1-2، ادى 1 وزنة. فاكرين الكلام ده؟ واخدين بالكم؟ كل واحد مضى وتاجر وربح. تقروا في النص وبعد زمان طويل، لانه طويل الانات بيصبر علينا كتير جدا، جاي علشان يحاسبهم. اللي خد 5 تاجر وربح، اللي خد 2، اللي خد وزنه، فاكرين قال ايه؟ فاكرين قال ايه؟ قال له علمت انك انسان قاسي. منين عالم؟ منين عالم؟ عارفين منين؟ الصوره الذاتيه المشوهه، النظارة اللي بيشوف بيها، الفلتر اللي بيستقبل كل الرسائل. علمت أنك إنسان قاسي، تحصد من حيث لم تزرع، تجمع من حيث لم تبذر، فخفت. خاف منين؟ عارفين خاف منين؟ خاف من المغامرة، خاف من المخاطرة،
خاف انه يخرج ويتاجر بالوزن اللي عنده. ناس كتيرة وسطينا يمكن تكون خايف، خايف تخرج، خايف تتاجر، خايف تجازف. فيقول له خفت مضيت وحفرت ودفنت وزنتك، وكانت ايه النتيجة؟ انا بقول تاني، الصورة المشوهة عن الذات تشل قدراتك. اقول حاجة تانية، الصورة المشوهة عن الذات تقودك للفشل. اوريكم صورة تانية اقروها في ضوء الصورة الذاتية. فاكرين لما داود راح يواجه جولياط؟ اظن قصة محببة لينا كلنا وكلنا فاكرينها. راح يواجه جولياط، راح عند الملك شاول، جه يلبسه لبس الحرب. فاكرين عمل ايه؟ ده مش قادر يلبس، ده عيل صغير، ده مش مستحمل لبس الحرب. فاكرين الصورة دي ولا لا؟ وبعدين قال له يا ابني انت صغير، ده راجل جبار بأس، ده رجل حرب منذ صباه، مين انت علشان تقف قدام جولياط؟ فاكرين قال له ايه؟ مين فاكر؟ فاكرين داود قال له ايه؟ انا عايزكم تفتكروا ده عشان تعرفوا الصورة الذاتية، صورته عن نفسه. قال له كان عبدك يرعى غنما لأبيه وهجم على الغنم. فاكرين ايه؟ ودب. وعبدك عمل ايه؟ قتل الاثنين. اذا صورته عن نفسه كانت ايه؟ انا اقدر، انا استطيع، انا اتغلبت على الاسد، اتغلبت على الدب. عبدك اللي واقف اللي انت شايفه ضعيف، مين جولياط؟ انا هقدر عليه، انا اروح وهنتصر. وانتصر ولا لا؟ ايه السر؟ واحد من الاسرار صورته الذاتية. صورتك عن نفسك ايه؟ هرجع تاني واقول صورتك عن نفسك ايه؟ اذا صورتي عن نفسي المشوهة، صغر النفس، النظرة الدونية تشل قدراتي، تقودني للفشل. صورتي الذاتية السليمة تقودني للنجاح. عارفين لما اقوم الصبح واقول اليوم النهاردة يوم مبارك، انا هقدر، انا استطيع، انا هنجح، ان كان الله معنا صدقوني هنجح. لكن عارفين اللي يقوم الصبح يقول يوم باين من اوله، اصطباحة زي ما عرف شيء، صح ولا غلط؟ اليوم هيبقى كده. اول ما تصحى الصبح قول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قول انا اقدر، قول انا استطيع، قول انا مش وحيد. بطل تقول لنفسك كلام سلبي وانطلق لليوم بتفاؤل، بانطلاقة جديدة. اسمعوا الآية دي من الآيات الجميلة في سفر الأمثال 23:7، آية كلكم عارفينها. يقول لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو. شاعر في نفسك ايه؟ ضعيف ولا قوي؟ تقدر ولا ما تقدرش؟ وحيد ولا في قوة كبيرة معاك؟ انا بقول تاني، شايف نفسك ازاي؟ صدقوني الصورة الدونية، النظرة المشوهة الى الذات، اسمعوا الجملة دي قالوها معظم علماء النفس، هي من خلف كل الوان الادمانات. اقول تاني، الصورة الدونية، النظرة الدونية للذات من خلف العديد من الإدمانات. إدمان الجنس من خلفه جزء كبير، من خلفه النظرة الدونية. أنا عايز أحس أن أنا محبوب وكل الناس حباني، أنا عايز أحس أنا أفضل الكل، اللي عايزه هاخده إلى آخره. النظرة الدونية من خلف كل الإدمانات، النظرة الدونية من خلف الناس اللي بتؤمن بنظرية المؤامرة. عارفين اللي بيؤمنوا بنظرية المؤامرة؟ ليه؟ لأنه فاشل، فبيظن دايما أن في مؤامرة بتحاك ضده. النظرة الدونية إلى الذات، واحد من علماء النفس قال تقود إلى تحقير الذات المزدوج، ودي عايزة شرح كبير. تحقير تخلي الإنسان يصارع علشان يكون مقبول، لكنه شاعر جوه نفسه أنه ما زال غير محبوب. طيب أجل حاجة ثالثة بسرعة عشان وقتي، وأقول ايه اللي شوه صورتنا الذاتية؟ ايه اللي خلى عدد كبير من مجتمعنا صورته الذاتية مشوهة؟ او بينظر الى نفسه نظرة دونية؟ ارجوكم اسمعوا الكام سبب دول للي عايز يتغلب على النظرة الدونية للنفس. رقم واحد، التلويم والتوبيخ من الصغر. عارفين الطفولة، الانسان وهو طفل صغير، هل تعلموا في واحدة من الدراسات بتقول ان الطفل المصري او العربي بيستقبل في اليوم 127 رسالة سلبية؟ اتخيلوا لما يبقى الطفل صغير كده وكل اللي بيسمعه انت غبي، انت مش بتفهم، انت فاشل، انت مش نافع، انت انت. تخيلوا لما يكبر، ده يكبر ازاي؟ شايف نفسه ازاي؟ ده غير اللي بيسمعه من زمايله. تخيلوا ان المواطن المصري بالذات حتى لما بيكبر
بيستقبل في التهريج، في التهريج مش أقل من 20 رسالة فيها تقدم صورة سلبية. تخيلوا كده، يعني أحيانا شباب يقفوا جوه الكنائس بيهزروا مع بعض إزاي. طب خلونا نسمع البغل ده، مش بتسمعوا الكلام ده جوه الكنائس؟ طب خلوا البهيم ده يتكلم إلى آخره. أنتوا فاكرين ده؟ عارفين الحكيم قال ايه؟ اسمعوا الآية دي، آية جميلة. يوجد من يهذر مثل طعن السيف. فاكرين الكلمات؟ لسان الحكماء، أما لسان الحكماء فشفاء. لكن شبابنا اللي كبر على التلويم والتوبيخ، لما كبر بيهرج بنفس الأسلوب وهو مش دريان، وده بيرسخ الصورة الذاتية الدونية عن الذات. اتنين، خزان الحب الفارغ. اسمعوا الجملة دي، قالها واحد من علماء النفس. قال كل طفل عندما يولد فيه خزان، خزان ينتظر أن يملأ بالحب. لو الخزان ده فارغ من الحب، لو الطفل ما شعرش من بالحب، لا تنتظر من الطفل إلا كل السلوكيات السلبية، من تمرد، من عنف، من كذب، من سرقة إلى آخره. لكن لو خزان الحب ده اتملى، هتلاقيه طفل سوي. حتى لما يكبر ويوصل لمرحلة المراهقة يبقى مراهق طبيعي. أنا أقصد بكلمة طبيعي إيه؟ مفيش السلوكيات السيئة جدا. مراهق طبيعي لما يكبر يبقى إنسان ناضج. عشان كده أقول لكل الأباء والأمهات، املوا خزان ولادكوا بالحب، احضنوا ولادكوا كتير، قولوا لولادكوا كلمات مشجعة. عندي قصص كتيرة لو هحكيها في الجزئية دي. ثلاثة، من الحاجات اللي بتكون الصورة السلبية السيئة، المفاهيم السائدة في المجتمع اللي ترسخت فينا طبيعي. صح ولا غلط؟ عارفين من مفاهيم المجتمع اني معاك قرش تساوي قرش، فبنقيم الناس بايه؟ باللي عنده. عنده كتير يبقى صورته الذاتيه كبيره، عندي قليل مش شايف نفسي، انا ضعيف، انا عاجز، انا ما حلتيش، انا ما عنديش الى اخره. مش بنقول كده؟ او ما يعيب الراجل الا جيبه. ايه ده؟ ايه الغباء ده؟ ده في مؤمنين في الكنائس بيقولوها. ده انا بتعجب ان في خدام يكتبوا على الفيس وغيره قال أمثال شعبية والآيات اللي تشابهها. تشابهها إيه يا عم؟ وهل الوحي الكتابي في شيء يشابهه؟ ده إيه العبط والتخلف ده؟ لما يقولك ما يعيب الراجل إلا جيبه، ما يعيبوش مخه؟ لا، ما يعيبوش مخه، يعيبه جيبه. ما يعيبوش سلوكياته، ما تعيبوش مبادئه، ما تعيبوش أخلاقه إلى آخره. فأنا بقول تاني، قيم في المجتمع سائدة رسخت فينا الشعور بالدونية. حاجة رابعة أقولها، اللي بيرسخ فينا الشعور بالدونية كمان المقارنات. يا سلام على المقارنات. ومجتمعنا للأسف رسخ فينا المقارنات من ساعة ما الطفل يتولد. تخيلوا كده، صدقوني من أول ما الطفل يتولد فكرة المقارنات بترسخ هنا. أول ما يتولد يجوا عشان يباركوا، الولد لسه مولود أو البنت لسه مولودة، يبصوا لها مناخيره زي مناخير أمه، عينيه زي عينين خالته، قرته زي قرت ابوه. صح ولا غلط؟ ونفضل نقول ده. المقارنات دي بتحصل ايه؟ بتترسخ هنا. اول ما يكبر شويه، موبايلي وموبايل اخويا، عربيتي وعربيه ابن عمي، شقتي وشقه ابن خالتي. صح ولا غلط؟ المقارنات عمرها ما تخليك تستمتع باللي بين ايديك. المقارنات عمرها ما تخليك تشكر على اللي بين ايديك. ده بالعكس، تشكر ازاي؟ ده انا شاعر ب اني مظلوم وربنا مش كريم معايا، اشمعنى فلان عنده عربيه كذا وانا ما عنديش، عنده موبايل كذا وانا ما عنديش، ولاده ناجحين وانا لا، صحته حلوه وانا لا، الى اخره. اللي عايز اقوله لك، ارجوك اوعى تبني صورتك الذاتيه، صدقوني من قلبي بقول الكلام ده، اوعى تبني صورتك الذاتيه على ما تملك، اوعى تبني صورتك الذاتيه على عيلتك. عيلتي مين؟ يا مناس انا من عيله كذا. ايه يا عم عيله كذا؟ انا ما يفرقش معانا. صورتك الذاتيه لا تبنى على العيله ولا الممتلكات الشخصيه ولا المنصب ولا اي شيء. صورتك الذاتيه فيك انت، انت. صدقوني عندي عشرات القصص، وانا بقول لكم الموضوع ده محبب الى قلبي جدا. ولا تبني حتى صورتك الذاتيه على صحتك الجسديه. فاكرين لما جه الرب يدعو موسى؟ قال له موسى هلم فارسلك. فاكرين قال له ايه؟ قال له من أنا؟ دي كلمة من أنا هي نظرة دونية إلى الذات، وكان السبب وجود عاهة، وجود عاهة. أنا ثقيل الفم واللسان. لكن لما يقول له من أنا، عارفين الرب يقول له إيه؟ من صنع للإنسان فما؟ أنا بقول لك أنا معاك.
اوعى تبني صورتك الذاتيه حتى لو عين من عينيك ضايعه، لو مناخيرك معرفش طويله، لو بقك معرفش ماله الى اخره. اقول الصدق في المسيح، اوعى تبني صورتك الذاتيه على عيلتك. يوم ما الرب جه يدعو جدعون، فاكرين جدعون؟ يجي له ملاك الرب، الرب معك يمين جبار. بس ده انتوا عارفين كان بيعمل ايه؟ ماسك شويه حنطه وبيطحنهم، حاجه غريبه. فيقول له، قال له: ها عشيرتي هي الذله في منسى وانا الاصغر في بيت ابي. شايفين الشعور بالدونيه وصغر النفس؟ شايفين صورته عن نفسه؟ قال له: اني اكون معك، ستضرب المديانيين كرجل واحد. وقدر ولا لا؟ الصوره الذاتيه تبنى عن ايه؟ ولا يفرق معايا عيلتي، ولا يفرق معايا عندي ايه فلوس. صدقوني يا مناس عندها فلوس قد كده لكن صورتها الذاتيه مشوهه. يا مناس من عيله ما اعرفش ايه، عارفين؟ انا بقول تاني، اوعى تبني صورتك الذاتيه على اي شيء. ابني صورتك الذاتيه، انا مش وحيد، الرب معايا. لو هشرح في ده اشرح كتير. عايز تبني صورتك الذاتيه؟ انا مميز ومحبوب. قول لنفسك كده، انا مميز ومحبوب. احكي لكم عن لاهوت الخلق. يوم ما الله جه يخلق الانسان قال: نعمل الانسان على ايه؟ صورتنا. اقروا الايتين دول، تكوين 1:26 و27، كلمه صوره جايه 3 مرات، صلم 3 مرات، جايه 17 مره في العهد القديم، معناها ليمثلنا، ليحمل حضورنا، نائبا عنا. قول لنفسك: انا مخلوق على صوره الله. العلماء والمفكرين احتاروا في ايه هي صورة الله في الانسان. البعض قال العقل المفكر، الضمير الحساس، الارادة الحرة، القدرة على التواصل، القدرة على تذكر الماضي، التخطيط للمستقبل. انا دايما اقول صورة الله غير محدودة، صورة الله في الانسان ايضا غير محدودة. الله وضع فيه قدرات هائلة بلا حصر وبلا عدد. انا عايزك النهاردة زي ما بتؤمن بربنا تؤمن بنفسك، وإيمانك بنفسك مستمد من إيمانك بربنا. قول: إلهي عظيم، ولأن إلهي عظيم أنا عظيم. صح ولا غلط؟ إلهي عظيم أبانا إيه؟ انتهى عصر تحقير الذات. تحقير الذات مش من الإيمان المسيحي، لكن إيماني بنفسي يستمد من إيماني بشخص الله. أقول تاني وبكل ثقة، الله وضع فيه قدرات هائلة، قدرات جبارة. أذكركم ببعض الآيات اللي تقول لك ايه القدرات اللي الرب وضعها فيك. يكفيني بس لما اقرا ايه واحده بس، كلكم عارفينها: انتم هيكل الله. وبعدين يقول ايه؟ طب بالامانه مصدق الكلام ده؟ مصدق الكلام ده؟ للاسف الناس مش بتاخد الايه دي غير تتخانق في السنه ولا ما فيش السنه. صح يا استاذ نصر؟ هي بتاخد الايه دي عشان تتخانق. يا عم دي مش قضيه السنه. انت قول لنفسك، لما اقول لنفسي انتم هيكل الله، روح الله. لو روح الله ساكن فيك يبقى انت فيك مين؟ انت فيك الله، فيك الله، الله الثالوث فيك. بولس يقول: مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل. مين فاكر الكماله؟ المسيح يحيا. طب لو المسيح يحيا فيا اشوف نفسي ازاي؟ انا بقول لكل واحده وكل واحد، لو المسيح بيحيا فيك وبترنمها، يا ما رنمنا يسوع حي فيا. عارفين اللي بيقول لك يسوع حي فيا؟ يخرج من المكان مكتئب. ايه يا عم اللي حصل؟ انت بتقول يسوع حي فيا، ده يسوع ميت فيك، ده يسوع جوه القبر، لا يمكن يكون حي. يا اللي بتقول يسوع حي فيا، مره تانية الرب يسوع قال: ها ملكوت الله في داخلكم. تساوي قد ايه دي؟ ها ملكوت الله في داخلكم. قول لنفسك انا ابن. تساوي قد ايه؟ انا ابن. ابن مين؟ يا إلهي. اقروا يوحنا 1:12: أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد. أولاد. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى. أنا مدفوع في أغلى تمن. بطرس يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة. أمال إيه؟ بدم كريم كما من حمل. عارفين بولس يقول ايه؟ الذي احبني واسلم نفسه. انا محبوب، انا غالي، اكتر الكل انا وارث. عارفين غلطية 8 وآية 17 يقول ايه؟ ان كنت ابنا انت ايه؟ وارث لله بالمسيح. ايه ده؟ انا وارث لله بالمسيح. تساوي قد ايه؟ فانا بقول لك تاني، شايف نفسك ازاي؟
انت بتشوف نفسك، اتمنى من كل قلبي تصحح الصورة الذاتية عن نفسك. قصة قديمة قوي حكاها في كتاب من كتب القسيس الياس مقار، اختم بيها وانا خلصت. بيقول ثلاثة مرسلين راحوا جنوب افريقيا. الاول ما نزلوا اول واحد شاف القرية، انا خلاص خلصت من غير ما اشوفها. اول ما راح نزلوا القرية الثلاثة المرسلين، اول واحد راح قال يا نهار مش فايت، نعمل ايه؟ ده العالم هنا كله جهل، لا في تعليم ولا يعرفوا يقروا ولا يكتبوا ولا عندهم ولا عندهم الى اخره. الثاني قال يا نهار مش فايت، دي الاوبئة والامراض لحسن يحصل لنا الى اخره. فالثالث وكان مليان حكمة روحية قال لهم صحيح احنا لا شيء، لكن مع الله نحن كل شيء. صحيح نحن اصفار، لكننا الى جوار الواحد نحن الف. ثلاث أصفار جنب الواحد يبقى إيه؟ يبقى ألف. عشان كده عايز أقول لك، حتى لو شايف نفسك صفر أنت إلى جوار الواحد عشرة. مين يقول أنا عشرة؟ بنعمة المسيح أنا عشرة، هقدر أنجز وأبدع وأصنع شيء، لأن صنعت يد الله، مخلوق على صورة الله، روح الله فيا، ملكوت الله في داخلي، أنا أحمل حضور الله في حياتي. أتمنى ليكوا النجاح والبركة والنعمة، ونستكمل دراستنا. شكرا. انا مش هطول خالص. سعيد أكون مع حضراتكم. بشكر الأسيس أندريا زكي رئيس الطائفة لهذه الدعوة الكريمة أن أكون معكم في بيت المحبة. انظر لنفسك كما يراك الله. ماذا يقول الكتاب؟ من المزمور الثامن: أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذا أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. انظر لنفسك كما يراك الله. هنحاول ان احنا نفهم كيف يرانا الله من خلال نقطتين مهمين جدا في تاريخ الكتاب المقدس. النقطة الأولى هي الخلق، والنقطة الثانية هي التجسد. أهم نقطتين في التاريخ المقدس في كلمة الله: الخلق والتجسد. لما نبص لحدث الخلق كما يأتي في سفر التكوين، نلاقي أنه رب الإله خلق كل الأشياء بكلمة إلا عندما خلق الإنسان. لما الله خلق الإنسان أخذ من تراب الأرض، نفخ فيه نسمة حياة، فصار الإنسان نفسا حية. الإنسان مختلف، وقال أنه نخلق الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون أو فيملكون. هجيلها كمان شوية. لما نرجع لأساطير بابل القديمة، نكتشف أنه في أي أسطورة من هذه الأساطير الإله يخلق الملك على صورته. ركزوا معاي، في أي أسطورة في بابل لما نقرأ هذه الأساطير لكي ندرك عظمة الكتاب المقدس، نلاقي أنه الإله في الديانات القديمة يخلق الملك، الملك بس، واحد بس، الملك بس يخلقه على صورته.
لكن قصة الخلق في الكتاب المقدس بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا انه الله يخلق الانسان، كل انسان، اي انسان، انت انسان، انا انسان، يخلقني على صورته، انا مخلوق على صورة الله. اسمع، انا ملك. انظر لنفسك كما يراك الله. واحد بحسب الخلق، انت ملك. تصدق ان انت ملك. هذه الكلمة كلمة مهمة جدا في الوحي الالهي. لما ننظر الى كلمة الله نتعلم منها انه الله خلق الانسان ملك. يسوع المسيح هو ملك الملوك. في تفسيرين لهذا اللقب. ممكن نفهم يسوع المسيح هو ملك الملوك يعني كل ملوك الارض، هذا افضل واحلى واجمل ملك فيهم. وممكن نفهم انه ملك الملوك بمعنى ان كل رعايا ملكوته، كل رعايا مملكته ملوك. الملك الوحيد اللي كل رعاياه ملوك. بيقول من يغلب فسيجلس معي في عرشي. مين؟ انا اغلب مع المسيح، اجلس معه في عرشه. في علم مهم قوي اسمه الانثروبولوجي. الانثروبولوجي هو علم الانسان، العلم الخاص بالانسان. انثروبوس يعني انسان، اولوجي مين ساينز يعني العلم الخاص بالانسان. هذا العلم كان في بدايته داخل علم اللاهوت وداخل علم الاجتماع، حتى صار علم مستقل علشان يدرس من هو الانسان. كاتب مزمور 8 بيتساءل نفس السؤال، ومزمور 8 ده مزمور انثروبولوجي بدرجه عاليه جدا، بدرجه جميله ورائعه. في الوحي الكتابي يكلمنا الكتاب عن الانسان، واحنا محتاجين نتعلم عن الانسان من كلمه الله، كما نتعلم عن الله من كلمه الله. نحتاج ايضا ان نتعلم عن الانسان. ما نسمعش للعالم بيقول ايه عن الانسان، لكن نسمع الله وهو يكلمنا في كلمته عن من هو الانسان. فبيقول من هو الانسان حتى تذكره، او ابن ادم حتى تفتقده. تفتقده يعني تفتقده بنعمتك وبعنايتك. تنقصه قليلا عن الملائكه بمجد. مين مجد؟ مين بمجد مين؟ خدين بالكم في الايه دي مين بمجد فين. الله يعطي المجد للانسان بمجد وبهاء. تكلله، تكلله يعني تتوجه، تجعله ملك. لما نرجع للاصل العبري لهذا المزمور، مزمور 8، ونبص لهذه الكلمات اللي اتت في الاصل العبري تنقصه قليلا عن الملائكه، نلاقيها في الاصل العبري تنقصه قليلا عن الالهه. إلهين يعني الله جعل الانسان اقل من الاله. حاجه بسيطه. ليه؟ لانه يحب الانسان. انظر لنفسك كما يراك الله. انت ملك. تخرج من هذا المكان مصدق في هذه الحقيقه، انت ملك. تعيش حياتك كملك. دي مش مجرد كلمات او شعارات جوفاء بنقولها في الوعظ ونخرج من المكان ونسلك في حياتنا كعبيد. لا، احنا ملوك لانه الملك بتاعنا هو ملك الملوك. النقطه الثانيه في التجسد، في الكريستولوجي. اتكلمنا عن الانثروبولوجي، الكريستولوجي علم المسيح او العلم الخاص بالمسيح. في التجسد نرى اكرام الله للانسان. الله في الخلق خلق الانسان على صورته، وده اعظم تكريم. لكن يوجد ما هو اعظم منه. ايه هو؟ انه الله عندما يتجسد يتحد بالانسان. ايه هو التجسد؟ اتحاد اقنوم الابن بطبيعة انسانية اتخذها من العذراء مريم. الكلمة المحببة لدى الاباء والمصلحين هي كلمة الاتحاد. الاتحاد ما بين طبيعتي المسيح، الاله والانسان معا. لما بنبص للتجسد الالهي بندرك ان للانسان قيمة كبيرة في عيني الله، حتى انه لما يتجسد يجي في صورة انسان. فاكرين في معمودية المسيح الروح القدس نزل من السماء على هيئة حمامة؟ ده تجسد؟ ده تجسد؟ لا. التجسد لاهوتيا يا أحبة هو التأنسن، أن يتخذ الله صورة إنسان. الكلمة صار جسدا. الترجمات العربية الأحدث تقول الكلمة صار بشرا وحل بيننا. إزاي إنه الله شايف الإنسان فيتجسد في صورة الإنسان؟ بصوا العظمة، بصوا الجمال. وهذا الإنسان جاء ليفدي البشر. انظر لنفسك كما يراك الله. في التجسد أنت كاهن.
أنا قلت كلمة وكلمة تانية، ما قلتش حاجة تانية، هما كلمتين بس. انظر لنفسك كما يراك الله. واحد، أنت ملك من خلال الخلق. اثنين، أنت كاهن من خلال التجسد. كاهن يعني ايه؟ الكاهن في العهد القديم كان بيقف ما بين الله والشعب، وانت كاهن في العهد الجديد. واحد من اهم المبادئ الانجيلية المصلحة لكنيستنا انه جميع المؤمنين كهنة، كهنوت جميع المؤمنين. مفيش وساطة بين المؤمن والله، العلاقة ما بين الانسان والله في المسيح يسوع علاقة مباشرة. انت كاهن، كاهن لمين؟ لكل الذين لا يعرفون الله. شوف، الله ميزك، الله جعلك كاهن لاسمه على الارض. ليه؟ علشان تكلم اللي ما يعرفوش ربنا، تقف ما بين الله وما بين من لا يعرفونه، تصير قنطره ما بين الله وما بين من لا يعرفونه في العالم. رسول بولس بيقول هذه الكلمات في رسالته لاهل روميا، لما بيقول مباشرا لانجيل الله ككاهن، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليصير قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. أنت ملك وأنت كاهن. أختم معاك، لما نبص للملكوت والكهنوت مع بعض نلاقيهم موجودين من بداية الكتاب ولآخر الكتاب. في سفر التكوين أصحاح 14 توجد شخصية مهمة للغاية، هي الوحيدة في العهد القديم التي جمعت ما بين الملك والكهنوت، شخصية ملكي صادق، ملك سليم وكاهن الله العلي. لم يجد كاتب الرسالة إلى العبرانيين أي مثل في كلمة الله حتى يثبت من خلاله كهنوت الرب يسوع إلا شخصية ملكي صادق، اللي بيمثل كهنوت الإنسان قبل الكهنوت اللاوي، قبل أن يأتي الناموس. وكهنوت الإنسان أعظم من الكهنوت اللاوي بما لا يقاس، حتى يقول الكتاب أن المسيح كاهن على رتبة ملكي صادق. آخر مشاهد سفر الرؤيا في رؤيا أصحاح 4 وأصحاح 5 بيكلمنا عن 24 شيخ بيمثلوا الكنيسة. 24 شيخ، مين الأربعة وعشرين شيخ دول؟ واحد ملوك، بيقول جالسين على عروش. لما تروحوا البيت اقروا رؤيا 4 و5، هؤلاء 24 شيخا يجلسون على عروش. انت هتجلس على عرش لانك ملك. انظر لنفسك كما يراك الله، انت ملك. على رؤوسهم اكاليل، اكاليل في ترجمة اخرى تيجان، لانه الاكليل عبارة عن ايه؟ عبارة عن تاج. انت ملك. يقول في ايديهم جامات مملوءة بخور، لأنهم إيه كمان؟ مش بس ملوك، لكنهم كهنة يسبحون الله. وهنا نفهم كلمات الكتاب في رؤيا 1:5، جعلنا ملوكا وكهنة لله أبي. أحبائي، رسالة الرب لينا لكل واحد وإنت خارج من هذا المكان، إن أردت أن تقبل هذه الرسالة بعمل الروح القدس، صدق من قلبك أنك ملك، وصدق من قلبك أنك كاهن. أسيب معاكم ثلاث اتجاهات خاطئة احنا بنفكر فيها لو ابتعدنا عن نظرة الله لينا كبشر. الاتجاه الاول هو احتقار الانسان، احتقار الانسان. احنا كتير نفهم واحنا بنعبد الله انه كلما احتقر الانسان نفسه عظم الله. بنفهم كده انه علشان اعظم ربنا احتقر الانسان، اما الحقيقة ان عظمة الله تعظم، عظمة الانسان تعظم الله، لانه الانسان مخلوق على صورة الله، وان كانت صورة الله محتقرة فالله نفسه سيصير هكذا. فمهم جدا ان احنا ما نحتقرش انفسنا، ننظر لانفسنا كما يرانا الله، زي ما بيقول إيريناوس. إيريناوس احد اباء الكنيسة في القرن الثاني الميلادي، بيقول عبارة في منتهى القوة: مجد الله هو الانسان الحي. مجد الله، تخيل لما تشوف انسان مملوء بالحيوية وبالقوة وبالعظمة، هذا هو مجد الله. صورة الله يعني ايقونة الله في العالم، يعني الله بيقول لكل واحد فينا: لو عايز تشوفني في كل المخلوقات، الكائن الوحيد اللي تقدر تبص عليه وتشوفني فيه، تشوف صورتي فيه، هو الانسان. الاتجاه الثاني، فصل الانسان عن الله. كتير نخلي الانسان في جانب والله في جانب، والله مش عايز كده.
ليه نقارن الإنسان بالله؟ الله لا يحب هذا على الإطلاق، وهذا الاتجاه هو اتجاه غير كريستولوجي، غير مسيحي، غير مسيحي، لأن احنا لما بنؤمن بالمسيح بنؤمن بطبيعتيه. المسيح مين؟ الله والإنسان، إله كامل وإنسان كامل. اوعى تكون فاكر انه إله كامل بس، اوعى تكون فاكر انه إنسان كامل بس. الله في المسيح يسوع هو إله كامل وإنسان كامل. فالفصل بين الله والإنسان اتجاه غلط. الاتجاه الثالث الغلط، فرض وصايا على الإنسان. كتير نفرض وصايا على الإنسان، نقول انه مش هيفهم، مش هيدرك، مش هيعرف، ونستعبده بشكل او باخر. احنا خدام، خدام، ومعرضين جدا ان احنا نتعامل مع المخدومين بتوعنا بان احنا نسيطر عليهم، لا نعاملهم كملوك، نعاملهم بحسب اننا نحن ملوك، لكن هم يبقوا رعايا. اسمع ما يقوله الرسول بولس في رسالة الى اهل كورنثوس عن الانسان الروحي، يقول يحكم في كل شيء ولا يحكم فيه من احد. تفرضش وصايا على الانسان. سعيد اني كنت معاكم. رسالة الرب لينا انه انظر لنفسك كما يراك الله، من حيث الهوية انت ملك، ومن حيث الارسالية انت كاهن. السيد رئيس الطائفة، الأخوات والإخوة الأحباء، أشكركم لأجل هذه الدعوة وشرف المشاركة معكم. الحقيقة بيقولوا إنه الإنسان يقدر يركز في أول 20 دقيقة، ويقدر يبقى نص مركز في 20 دقيقة التانية. عشان كده أنا هكون ممتن جدا لكل من يسعى أن يكون يقظا في 20 دقيقة الثالثة. أبدأ كلمتي: كيف ترى نفسك كما يراك الله؟ وعايز أبدأ من رسالة يعقوب الأصحاح الأول وعدد 23 و24، لما بيقول الرسول يعقوب: لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذلك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآه، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسى ما هو. المرآه أيها الأحباء هي لإصلاح العيوب. الواحد بيبص في المراية عشان يشوف إيه المشكلة اللي في شكله الخارجي عشان يصلحها. وأنت عندما تنظر في المرآه تكون صورة حقيقية أو غير حقيقية عن ذاتك. هذا يتوقف على نوع المرآة التي تنظر فيها. في مرآة محدبة، في مرآة مقعرة تصغر وتكبر، في مرآة بتكون أكثر وضوح، في مرآة بيكون الوضوح فيها مش كامل، في مرايا كثيرة جدا. لكن احنا مرات كتير بننظر في مرآتين فقط، لإما ننظر في مرآة العالم، لإما ننظر في مرآة الكلمة. عندما ننظر في مرآة العالم نحن ننظر إلى عيوبنا، إلى مثالبنا، إلى نواقصنا، لكن عندما ننظر في مرآة الكلمة فإننا نرى أنفسنا كما يرانا الله وكما يريدنا الله أن أكون. المثل اللي قاله الأسيس عزت عن جدعون، جدعون لما بص في مرآة العالم قال ايه؟ قال: عشيرتي هي الذلة، احنا احقر ناس، وانا الاصغر في بيت ابي. يعني عشيرتي اهلي اقل ناس وانا اقل واحد فيهم. لكن في مرآة الكلمة الرب يقول له ايه؟ الرب معك يا جبار البأس. شوفوا الفرق بين الاثنين. الرب يقول له ايه كمان؟ اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل. أنت تملك القوة رغم ضعفك، رغم أنك تخبط حنطة في المعصرة، لكن أنت تملك القوة التي تستطيع بها أن تخلص إسرائيل.
عشان كده كيف تتشجع عندما تنظر في مرآة الكرمة؟ في ثلاث حاجات سريعة هقولها. أولا، الله تشجع بأن الله يدعو غير الموجود كأنه موجود. شوفوا بطرس برغم إمكانياته المتواضعة، برغم شخصيته المتقلبة، لكن الرب يقول له على هذه الصخرة، صخرة إيمان بطرس أن يسوع المسيح هو ابن الله الحي، على هذه الصخرة، صخرة الإيمان، أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. نتشجع أيضا عندما نعلم أن الله ينظر إلى القلب ولا ينظر إلى الشكل. الله ينظر إلى داخلك، الله يراك بالكامل داخليا وخارجيا، صورة الله هي صورة متكاملة. التشجيع الثالث، إن الله يقدر الدوافع أكثر من النتائج. إيه اللي موجود جواك؟ أنت عايز تعمل الأمر ده ليه؟ المرأة اللي ألقت الفلسين في الهيكل، الرب قدرها عن كل الذين دفعوا الألوف والمبالغ الكثيرة جدا في الخزانة، لأن الرب ينظر إلى هذا الأمر. النقطة الثانية، الصورة التي يراك الله عليها. بداية لازم أقول إن الإيمان المسيحي ليس هو إيمان ببعض المعتقدات أو ببعض الأفكار النظرية. الإيمان المسيحي هو ارتباط الإنسان بشخص الرب يسوع مهما كان الفكر. في ناس كتير عندهم أفكار لاهوتية رائعة جدا وصحيحة جدا وحقيقية جدا، لكن المهم كيف تكون في علاقة حقيقية مع الله. عشان كده الصورة اللي ربنا بيبص لك من خلالها هي صورة مرتبطة بالمسيح. الله لا ينظر إليك بمعزل عن يسوع المسيح. كيف ينظر إليك الله؟ ينظر إليك الله ككائن في المسيح، وكشخص يحيا بالمسيح، وكشخص يشهد للمسيح. هم دول الثلاث حاجات اللي ربنا بيبص بيهم ليك كإنسان مؤمن، أن تكون في المسيح. وخلوا بالكم فعل الجر إن، وفعل الجر الباء، وفعل الجر اللام. أنت في المسيح أي أنت جزء من المسيح. لما أنت آمنت بالمسيح أنت ارتبطت بالمسيح، فأصبحت في علاقة عضوية حقيقية تربطك أنت شخصيا بالمسيح. أنت تحيا لأنك في المسيح. كورنثوس الأولى 15، في المسيح سيحيا الجميع. كيف يحيا الجميع؟ يحيا الجميع لأنهم في المسيح، لأنهم مرتبطين بالمسيح الحي إلى الأبد. في كورنثوس الثانية 2:14، أنت تنتصر لأنك في المسيح، لأن الله يقودك في موكب النصرة كل حين في المسيح. الانتصار مش لأجل قوة موجودة فيك، لكن الانتصار لأنك أنت في المسيح. في رومية 12:5، في المسيح كل المؤمنين جسد واحد. المسيح هو الرأس، وكل أعضاء الجسد هم كل المؤمنين الحقيقيين، اللي بيقول عنهم بولس الرسول في غلاطية 3، ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد وحر، ليس رجل وامرأة، لكن الجميع واحد في المسيح. لأنك أنت في المسيح فلا يوجد دينونة عليك على الإطلاق. رومية 8:1، إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لن تكون هناك دينونة، لن تقع عليك دينونة، السبب لأنك في المسيح. أيها الأحباء، هل ندرك المركز الذي نحن فيه؟ هل نسلك كما يحق لإنجيل المسيح؟ هل نحن كخدام، وأنا أتحدث إلى خدام، نمثل قدوة حقيقية في مجتمعنا وفي كنائسنا؟ هل نحيا التقوى الشخصية كما يليق بنا كخدام لله؟ نحن في المسيح. الشيء الثاني، أن تكون في المسيح ثم أن تحيا بالمسيح. المسيح هو مصدر القوة
المسيح هو مصدر الطاقة. لكي تحيا تحتاج إلى طاقة، تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قدرة. من أين تحصل عليها؟ أنت تحصل عليها من المسيح، لأنه به بالمسيح نحن نحيا ونتحرك ونوجد. في رومية 6:1 نحن أحياء لله بالمسيح. السر في حياتنا الذي يعطي في دواخلنا نسمة الحياة هو ارتباطنا بالرب يسوع المسيح. نحن أيضا نحيا مثل المسيح على الأرض، متمثلين بالمسيح على الأرض. في كورنثوس الأولى 11 بولس الرسول بيقول كونوا متمثلين بي كما أنا أيضا بالمسيح. نحن نحيا على الأرض نحاول أن نتمم رسالة المسيح وأن نعيش كما كان المسيح، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال القوة التي يعطيها المسيح لنا. وليس هذا فقط، لكن بالمسيح تكسر تعزيتنا. في كورنثوس الثانية 1:5 في التجارب، في التحديات، في الأمور الحياتية، في العقبات، في الأمراض، في المشاكل، نحن نأخذ تعزية، تعضيد، قوة، دعم من الله. هذا كله في المسيح. إذن أيها الأحباء، إذا كان المسيح هو مصدر الطاقة، هو مصدر القوة في حياة المؤمن، هذا يعطينا ثقة في وقت التحديات. أنت تقدر وأنت تقدري، نستطيع أن نفعل كل الأمور وأعظم الأشياء، ليس لأننا أقوياء، ولكن لأننا بالمسيح، من خلال المسيح نستطيع أن نفعل كل شيء، نستطيع أن ننجح بالمسيح رغم قلة الإمكانيات. الأنشطة التي نمارسها، نحن نمارسها بالمسيح. خلوا بالكم، الأنشطة مش مجرد حفلات، الأنشطة مش مجرد مهرجانات، لكن الأنشطة التي تقام بالمسيح يكون لها بركة وتأثير كبير جدا. فكرة الثالثة، نحن نكون في المسيح، نحن نحيا بالمسيح، ثم نحن نشهد للمسيح. نشهد للمسيح، أنتم للمسيح. أنتم للمسيح بتأتي في اللغة الأصلية يعبر عنها بحرف جر ومرة بضمير بيأتي بعد الكلمة. عندما يأتي الضمير بعد الكلمة المسيح فمعناها نحن ملك للمسيح أو نحن ننتمي للمسيح. وعندما يستخدم حرف الجر مع المسيح معناها نحن نقدم شهادة للمسيح. نحن للمسيح ننتمي إليه ونحن نقدم شهادة عنه. مرقس 9:41 الرب بيقول من سقاكم كأس ماء بارد، بيكلم التلاميذ، باسمي لأنكم للمسيح. يعني لأنكم للمسيح؟ لأنكم تقدمون شهادة للمسيح، لأنكم تقدمون المسيح للآخرين. لا يضيع أجره على الإطلاق. الذين يقدمون المسيح للمجتمع ويشهدون للمسيح هم مقدرون عند الله. كورنثوس الأولى 3:13 بيقول بولس الرسول أنتم للمسيح والمسيح لله. المسيح هو الذي شهد لله. نحن لم نرى الله، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. أيضا نحن كمؤمنين نشهد للمسيح، نمثل المسيح أمام العالم. في غلاطية 5:24 الذين هم للمسيح قد صلبوا معه وقاموا معه. هذه هي محور الشهادة. المؤمن مات مع المسيح، قام مع المسيح، لذا يستطيع أن يشهد للمسيح. لذا في كولوس 4 بيقول عن أبي فراس أنه عبد للمسيح، أي يشهد للمسيح ويحقق ما يريده المسيح منه. بطرس الأولى 5 بطرس الشاهد لآلام المسيح. كما قلت لكم أيها الأحباء، للمسيح عندما ترد في الكتاب تفيد الملكية والانتماء وتفيد أيضا الشهادة. في الرسالة إلى كنيسة فيلادلفيا في رؤية 3 التي يرسلها الرب يسوع يقول هذه الكلمات لملاك الكنيسة الذي يمثل كل الكنيسة، وأجعلك عمودا في هيكل إلهي، وأكتب عليه، على العمود اللي هو يمثل المؤمن، أكتب عليه اسم إلهي، والاسم يشير للملكية.
وأيضا اسم الجديد أي اسمي الذي اختبرته أنت. اسم المسيح ناس كتير عارفاه، لكن كيف اختبرت أنت وأنت شخصيا اسم المسيح؟ أيها الأحباء، نحن نشهد للمسيح لأننا ملك للمسيح. نحن نشهد للمسيح في كل الظروف، مهما كانت الظروف صعبة، مهما كانت العقبات والتحديات. ثقوا أنكم بالمسيح تستطيعون أن تقدموا شهادة حقيقية للمسيح. دورنا في هذا العالم أن نكون شهود، نور للعالم وملح للأرض. النور لا يمكن أن يخفى، والملح لكي يذوب في الطعام يجب أن يخرج من الملاحة. عندما يخرج الملح من الملاحة تكون له قيمة. مرات كثيرة نحن ننعزل ولا نقدم شهادة، نكون ملح، نحن ملح بالفعل، لكن هذا الملح موجود داخل الملاحة، لم يتحرك من الملاحة ليذوب في الطعام. في أبيات أتذكرها تقول: قد أسس الرب على الأرض كنيسته المجيدة لتكون نورا يغمر الآفاق بالبشرى السعيدة، لكنها راحت تعيش في أسر عزلتها الشديدة، أنوارها خفتت وبات يروقها لقب الشهيدة، وبات يفصلها عن الناس مسافات بعيدة. كنيسة الفادي أفيقي واتركي هذه الطريقة، فدورك هو أن تزوبي بين أرجاء الخليقة، فإن افتقدناك افتقدنا للضمير وللحقيقة. أيها الأحباء، نحتاج إلى تغيير العقلية التي ننظر بها لأنفسنا، نحتاج إلى تغيير المرآة. لا ننظر في مرآة العالم المحبطة، بل ننظر في مرآة الكلمة المشجعة. نحن في مرآة الكلمة أبناء لله. أنت ابن الله الحبيب. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. الرب عينك للخلاص، أنت معين للخلاص، أنت في فكر الله قبل تأسيس العالم، أنت جزء من خطة الله لخلاص العالم. في أفسس 2:10 بيقول بولس الرسول: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. أي الله وضعك ضمن الخطة وضمن العمل الإلهي. أنت قد افتديت بدم سمين، لا بأشياء تفنى ولكن بدم كريم. أنت خليقة جديدة في المسيح. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. أنت سفير لله، نسعى عن الرب كسفراء لأن الله يعظ بنا. انظر في مرآة الكلمة أيها الأخ والأخت العزيزة لتعرف أنك محبوب وأنك سمين وأنك في المسيح. شكرا.